زوجات أورخان غازي. هذا هو أعزائي موضوع هذا الفيديو من قناتنا منارت ثقافة، حيث سنستعرض بإيجاز قائمة زوجات هذا السلطان في جولة سريعة بينهن. قبل أن نواصل، ندعوك عزيزي المشاهد إلى الاشتراك في قناتنا وإلى الإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس التنبيهات. تزوج السلطان أورخان بعدة نساء خلال حياته، فكان من بين زوجاته نساء مسلمات ومسيحيات، وكان بعض تلك الزيجات لدوافع سياسية محضة. توفيت بعض زوجاته في حياته وتزوج من بعدهن بنساء أخريات، ولهذا فقد أنجب عدة أولاد ذكور وإناث. أما قائمة زوجاته وأولاده فهي سلطان بيك خاتون التي أنجب منها ابنته خديجة خاتون، والتي تزوجت بدورها من سليمان بيك ابن أخي جدها عثمان الأول. أما زوجة أورخان الأشهر فهي نيلوفر خاتون، والتي عاشت حوالي 100 عام بين سنتي 1283 و 1383. هي ابنة صاحب ياني حصار الرومي، وقد كان أورخان عند زواجه منها في 11 من عمره، فيما كانت نيلوفر أكبر منه بخمس سنوات. وطبعا ومما لا شك فيه فقد كان زواجا لأغراض سياسية، وكان عثمان الأول والد أورخان هو الذي نظم هذا الزواج. أما الزوجة الموالية من زوجة أورخان في قائمتنا فهي أسبورجا خاتون، ونسبها حقيقة موضع خلاف بين المؤرخين، وقد دخلت الإسلام بعد زواجها. كانت أسبورجا معروفة بذكائها وحنكتها وتدخلها في الأمور السياسية، حيث كان أورخان يستشيرها في بعض الأمور ليسمع رأيها، وكانت أول من أخذ لقب أرستقراطية. وقد تزوجها أورخان سنة 1316، أنجبت للسلطان إبراهيم باشا وفاطمة خاتون وسلجوق خاتون. وأما الزوجة الموالية للسلطان أورخان فهي تيودورا كونتاجوزن خاتون، وقد كانت ابنة إمبراطور بيزنطة يوحنا السادس، وتزوجها أورخان سنة 1346. اشترط الإمبراطور على أورخان عند زواجه منها من أن يمكن ابنته من زيارة عائلتها كلما استبد بها الشوق لرؤيتهم. وقد أنجبت تيودورا للسلطان ابنها خليل باشا. من زوجته أيضا إفتان ديسا خاتون، وهي ابنة محمود كوندوس ألب عم أورخان وشقيق والده عثمان. ويقال أيضا أنه تزوج من امرأة أخرى اسمها مريم خاتون، وقد كانت ابنة للإمبراطور البيزنطي أندرونيكوس الثالث. أعزائي، هكذا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو، استعرضنا فيه زوجات السلطان أورخان. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي أنا فردوس حافظ الرشيد، إلى اللقاء.